الأمر الآخر عندما تأتي إلى الدعاء، إما أن يكون هذا الرجل من المتقين وإما أن يكون من غير المتقين، إما أن يكون من المتقين وإما أن يكون من غير المتقين. فإن كان من غير المتقين فإنك لا تدعو له، وإنما تدعو لعموم المسلمين. ثم إذا دفن هل تترحم عليه أو لا تترحم عليه؟ فإما أن يكون من المتقين وإما أن يكون من الفساق غير المتقين، فهنا في هذه الحالة لا تترحم عليه. طيب، رحمة الله واسعة أليس كذلك؟ ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ لمن؟ للذين يتقون. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، من يكتبها؟ من؟ الله، للذين يتقون. إذن يكون هنا الترحم والدعاء لمن؟ للمتقين. إذا كنت تعرف الحال فتدعو فتدعو له إن كان من المتقين، وإن كان غير ذلك فإنه تدعو لعامة المسلمين. فإن كان هو منهم من المتقين فسوف يشمله هذا الدعاء. وهذا أيضا ردعا لغيره، الذي يكون من غير المتقين يعلم بأنه إذا مات لا يدعى له، إلا الحمقى والسذج من الناس هم الذين يدعون له، أما خاصة الناس والعلماء والمتعلمين فإنهم ماذا؟ لا يدعون لهذا الرجل. فلذلك الإنسان ينتبه لنفسه وينتبه في هذه المواقف.